السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثالث الثانوي. إن شاء الله النهاردة من فرع الجبر هنحل تمارين اختر من كتاب المعاصر على الدرس الثاني التبديل والتوافيق. طبعا يا شباب احنا ماشيين هناخد درس درس، هنحل كل أسئلة اختر على كل درس، لأن طبعا الوزير قال لنا إيه، الامتحان كله صح وغلط واختر، مفيش أسئلة مقالية للأسف. السؤال الأول بيقول: إذا كان توافيق نون 3 بتساوي 4 فإن النون تساوي كام؟ قلنا له يا أستاذ دي توافيق 4 3 هي اللي بـ4، واحد تاني مش عارف جرب الاختيارات كلها، واحد تالت قال لا أنا عايز الطريقة. قلنا له فك التوافيق يا باشمهندس، اكتب قانونها. قانونها إيه؟ كان تبديل نون 3 على مضروب 3، ده كان قانون تبديل نون ر على مضروب ر بتساوي 4. اعمل وسطين في طرفين، تبديل نون 3 بتساوي 4 في مضروب 3، مضروب 3 اللي هو ايه؟ 3 في 2 في 1. انا هكتب لحد في 2 بس، لان في 1 مش هتفرق معايا. مش التبديله دي معناها العدد اللي فكيته 3 مرات هو الـ4؟ الـ4 فكت 4 في 3 في 2، مش دول كده 3 أعداد؟ يبقى النون دي بـ4، لأن تباديل 4 3 هي اللي هتحقق الكلام ده، يبقى الاختيار باء هو الصحيح. النقطة التانية: مضروب ر ناقص 2 على مضروب ر ناقص 3، كنا بنشوف أنهي مضروب فيهم الكبير. طبعا اللي فوق هو الكبير، هفكه هيبقى ر ناقص 2، بعد كده هنقص 1، يبقى مضروب ر ناقص 3 على مضروب ر ناقص 3، دول اتكنسلوا، الناتج ر ناقص 2. طب ر ناقص 2 انهي حاجه من دول اللي هي ر ناقص 2؟ الاختيار ج يا استاذ. ليه؟ لان لو حبيت افك ده هيكون مضروب اللي فوق ر ناقص 2 على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت اللي هو ر ناقص 3، يبقى الكلام ده انطبق على المسألة دي. إذا كان توافيق 6 ر بتساوي توافيق 5 ر، مش عايز الناس تتلخبط ما بين المسألة دي وما بين القانون اللي مجموع اللي تحت بيساوي اللي فوق، مش عايزك تتلخبط. القانون بنستخدمه لما يكون النون زي بعضها، هنا النون مش زي بعضها، اللي هو فوق العالم ده اللي فوق ما هو زي بعضه. فبالتالي يا استاذ انت توافيقه تساوي توافيقه لو هنا اي رقم لما يكون ده الدليل اللي هو تحت ده بصفر، او جرب الاختيارات، يبقى الاختيار ج هو الصحيح. مضروب كامل ب 720، قلت له عادي بنفكها، بناخد ال 720 دي ونقول له الواحد في 2 ب 2 في 3 ب 6 في 4 ب 24 في 5 ب 120 في 6 ب 720، تمام. يبقى مضروب الكامل اللي ب 720 هو مضروب ال 6، يبقى اذا النون بتساوي 6. هو عاوز تباديل 6 2، يعني ال 6 فكها مرتين، يبقى ال 6 في 5، 5 في 6 ب 30 اللي هو الاختيار ألف. إذا كان توافيق نون 5 بتساوي توافيق نون نون ناقص 2، قلنا له يا أستاذ هنا بص دول زي بعض إزاي؟ طالما دول زي بعض يبقى المجموع للي تحت 5 زائد نون ناقص 2 بتساوي العلم اللي هو نون، أو اللي تحت بيساوي بعضه. هنا ما قدرناش نجيب أي قيمة لنون، طب هنا عد الاتنين دي بإشارة مخالفة، يبقى 5 و 2 7 اللي هو الاختيار باء. إذا كان تبديل 17 ميم زائد 5 بتساوي تبديل 29 ميم زائد 5، يا أستاذ علشان ال 17 دي تكون زي ال 29 في التبديل لازم هنا ده يكون بصفر، لازم دول كده يكونوا زي بعض وبصفار. قلت له يبقى ميم زائد 5 بتساوي صفر، ومنها ميم بسالب 5، يبقى دي تطلع بسالب 5.
إذا كان تباديل نون 4 بتساوي 504 نون بنحلها إزاي؟ يعني إيه تباديل؟ فكها 4 مرات، نون، نون ناقص 1، نون ناقص 2، نون ناقص 3. قال إن دي ب 504 نون. هنشيل يا أستاذ النون مع النون، شلنا اختصرنا النون دي مع النون اللي هنا. التلات أعداد اللي ورا بعض أضربهم في بعض بيساوي 504. لو جينا يا أستاذ ضربنا 9 في 8 في 7، شوف نتيجها كده بكم؟ دول اللي ب 504، يبقى هنساوي نون ناقص 1 بالتسعة ومنها النون بعشرة. تاني شفت ديت هي مفكوك كم رقم؟ 4 أرقام. ماشي، فكينا الأربع أرقام، لقينا فيه نون هنا زيها هنا شلناها، اتبقى تلات أعداد. التلات أعداد اللي ورا بعض أضربهم في بعض اداني 504، هما 9 في 8 في 7، تمام. إذا كان توافيق نون 9 إلى توافيق نون 7 ب 7 إلى 9، فإن النون تساوي كام؟ هنا يا أستاذ إحنا ممكن نستخدم قانون النسبة، نقول له نقسم على نون 8، توافيق نون 8 في توافيق نون 8، كده أنا ما عملتش حاجة، على توافيق نون 7. هنطلع الناتج، نون ناقص ره الكبيرة زائد 1 على ره الكبيرة في برضو كمثل نون ناقص ره الكبيرة زائد 1 على ره الكبيرة بتساوي 7 9 اللي هو قال عليهم. في هنا 9 وفي هنا 9 زيها راحت، دول بقوا نون ناقص 8 في هنا، دول نون ناقص 7 بتساوي 7 في 8. هنساوي الكبيرة دي الكبيرة، النون لما نقص منها 7 أكتر من لما نقص منها 8 بالكبيرة، يبقى نون ناقص 7 بتساوي 8 ومنها النون ب 15. يبقى أنا قدرت أعرف إن النون ب 15 اللي هو الاختيار باء. تبديل 15 ر زائد 1 على تبديل 14 ر، قلنا له دي قانونها مضروب اللي فوق اللي هو 15 على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت اللي هو مضروب 14 ناقص ر اللي فوق ناقص اللي تحت، على هنشيل على ونحط فيه ونقلب اللي بعدها، مضروب اللي فوق 14 في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت 14 ناقص ر، دول راحوا مع بعض، يبقى الناتج 15 مضروب 14 على مضروب 14، دول اتكنسلهم، الناتج ب 15. إذا كان تباديل نون زائد 1 4 بتساوي 10 تباديل نون 3، نون بكام؟ قلنا له يا أستاذ بمنتهى البساطة إحنا بنفك ديت اللي هي مضروب اللي فوق نون زائد 1 على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، نون زائد 1 ناقص 4 يبقى سالب 3 بتساوي 10 مضروب النون على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، فدول اتكنسلوا، تمام. اللي اتبقى مضروب نون زائد 1 بتساوي 10 مضروب نون. طب ما تفك مضروب نون زائد 1 كده، قلت له ده دي عبارة عن نون زائد 1 مضروب نون بتساوي 10 مضروب نون، شلنا مضروب نون مع بعضه، يبقى النون طلعت بتساوي 9 اللي هو الاختيار باء. تبديل نون 2 بتساوي توافيق نون 2 زائد، تبديل نون 2 بتساوي توافيق نون 2 زائد ايه؟ تعال نجرب الاختيار باء، تعال كده قول لي توافيق نون 2 زائد توافيق نون 2 دي بكام؟ اولا توافيق نون 2 زائد توافيق نون 2 ده دول 2 من توافيق نون 2. طب فك التوافيق كده، قلت له قانون التوافيق بيقول هو تباديل نون 2 على الاثنين، فالاثنين دي اتكنسلت مع دي فساوم تباديل نون 2، يبقى هو الاختيار باء هو الصحيح. ليه؟ لأن يا أستاذ لما باجي أفك التوافيق هتبقى على مضروب الاثنين، فأنا عايز أشيل الاثنين مع الاثنين عشان يتبقى لي تباديل نون 2، الاختيار باء هو الصحيح.
طيب إذا كان تبديل نون ر بتساوي ألف توافيق نون ر، استخدم نفس القانون اللي فات، هنفك التوافيق ألف في تبديل نون ر على مضروب الر بتساوي تبديل نون ر. التبديل راحت مع التبديل، بقى ألف على مضروب ر بيساوي واحد، ألف بيساوي مضروب ر. اللي ينفع يجيله مضروب هنا، أولا دي 2 في 2 ودول رقمين مش ورا بعض مش نفع، الخمسة الواحد في خمسة ودول رقمين مش ورا بعض مش نفع، الستة 2 في 3 دول رقمين ورا بعض، التمانية ده دي عبارة عن 2 في 4 برضو مش نفع، ده أرقام مش ورا بعض، يبقى هو الاختيار جيم هو الصحيح. ألف بمضروب كام اللي ساوى 6، يعني ايه اللي ينفع يجيله مضروب من دول؟ قلنا له الستة هي كانت مضروب التلاتة، لان هي عبارة عن 3 في 2 في 1. اذا كان تبديل نون ر بتساوي الف وتوافيق نون ر بتساوي باء، فاي الجمل صحيحة؟ فاكر العلاقة ان دايما التوافيق اقل من التبديل او تساويها؟ ايوه يا استاذ، يعني دايما التبديل اكتر. قلت له تمام، يبقى لازم يكون ألف أكتر من أو يساوي الباء. أيوة صح، يبقى لازم ألف على باء يكون عدد صحيح موجب. صح، لازم ب ناقص ألف تكون عدد صحيح موجب. طبعا دي خطأ يا أستاذ. ليه؟ لأن الألف هو اللي أكتر من الباء، لما أجي أقول باء ناقص ألف هتطلع بالسالب، مش هتطلع صحيح موجب. يبقى السؤال 13 رقم جيم هي اللي خطأ. السؤال ده قلنا له بسيط، هنشوف مين الكبير ونفكه. هنا مضروب 8 ومضروب 8 ناقص ر، ودي مضروب 9 اللي هنفكها، 8 على مضروب 8 ناقص ر إلى 9 مضروب 8 على 9 ناقص ر في مضروب 8 ناقص ر. تمام، دول كده اتشالوا مع دول، يبقى الناتج 1 إلى 9 على مضروب 9 ناقص ر، هنشيل على ونحط فيه ونقلب اللي بعدها، يبقى 9 ناقص ر على 9، قال الناتج بتلتين. هعمل وسطين في طرفين، 9 ناقص ر بتساوي 6، اللي 2 في 9 ب 18 على 3 فيها 6، ومنها ر بتساوي 9 ناقص 6 3، اللي هو الاختيار ج. إذا كان مضروب س ناقص 3 في تبديل س 3 بتساوي 20 مضروب س ناقص 2، قلنا له ماشي، دي صغيرة هنسيبها زي ما هي، لأن مضروب س ناقص 2 أكبر منها، هنفك دي، دي س في س ناقص 1 في س ناقص 2 اتفكت 3 مرات بتساوي 20 في، هنفك دي مرة، س ناقص 2 في مضروب س ناقص 3، نشيل من الطرف الأيمن اللي بيساويه في الطرف الأيسر، دي قد دي ودي زي دي، عايزين عددين ورا بعض أضربهم يدوني 20، قلت له س في س ناقص 1 بتساوي 5 في 4، هنساوي الكبيرة بالكبيرة يبقى س بخمسة، اللي هو الاختيار ج. إذا كان مضروب ر بيساوي نون ومضروب نون بيساوي ر، إلا أجيب له مضروب يساوي ناتج، أجيب ناتج للمضروب يساوي العدد اللي جواه. قلنا له يا أستاذ هو مضروب الاتنين. ليه؟ لأن الاتنين نتيجها 2 في 1 يعني 2، ولو خدت الناتج جيت تجيب له مضروب هيديلك برضو الر. طيب إيه كمان؟ قلت له الواحد مضروب الواحد بواحد، ولو جيت اجيب مضروب الواحد هي برضه هيساوي واحد. طب ما مضروب الصفر؟ لا، مضروب الصفر بواحد، ولو جيت تجيب مضروب الواحد مش هيديلك صفر. تمام، يبقى دي مره كانت النون ومره كانت الر، 2 و2 4 وواحد وواحد باتنين، يبقى الناتج 2 او 4 اللي هو الاختيار د. إذا كان أطول أضلاع مثلث هي، قلنا له يا أستاذ النون ما تنفعش إلا رقم واحد بس، إيه هو؟ الاتنين. طب ليه؟
علشان نقول 2 ناقص 2 صفر و2 ناقص 2 صفر. لو حطيت اي رقم تاني، فرضا ان احنا حطينا 3، 3 ناقص 2 مضروب 1، انما 2 ناقص 3 ما عنديش مضروب لعدد سالب، فبالتالي يا استاذ العدد اللي هحطه 2، يبقى اضلاع المثلث هو نص مضروب الاثنين يعني طلع بواحد، او مضروب الصفر طلع بواحد، او مضروب الصفر طلع بواحد، يعني اطوال اضلاع المثلث طلعت متساويه، يعني المثلث متساوي الاضلاع، طول ضلعه بواحد. المساحه بتساوي ايه؟ جذر 3/4 من طول الضلع، يبقى الناتج جذر 3/4 اللي هو الاختيار د. اي القيم الاتيه يمكن ان تساويها لتباديل نون 2؟ قلنا له معناها انها فكها مرتين، يعني نون في نون ناقص 1. ايه الرقمين اللي يتفكوا ورا بعض؟ ده 4 في 6 يا استاذ مش ورا بعض، ده 5 في 5 مش ورا بعض، ده 3 في 9 مش ورا بعض، ده 5 في 6 دول اللي ورا بعض، ومنها النون بناخد الرقم الكبير، يبقى النون ب6، لأن النون الكبيرة مع الكبير، نون ناقص 1 سويها بالخمسة يطلع برضو معاك الناتج 6. إذا كان التوافيق نون نون ناقص 3 بتساوي 20، يبقى النون بكام؟ قلنا له يا أستاذ التوافيق مفكوكة مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت في مضروب اللي تحت، فجينا نفك اللي فوق دي، بقت نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 في مضروب نون ناقص 3 على مضروب التلاتة في مضروب نون ناقص 3، دول اتكنسلوا مع بعض، يبقى أنا معايا 3 أعداد ورا بعض اللي هي نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2، هعمل وسطين في طرفين، هضرب مضروب التلاتة في العشرين، يبقى 20 في مضروب التلاتة، مضروب التلاتة اللي هي ب6. عايزين نفك العشرين في 6 لتلات أعداد ورا بعض يكون حصل ضربهم الناتج ده. العشرين ده دي عبارة عن 4 في 5، تمام، دول كده تلات أعداد ورا بعض. أيوة، خد الكبيرة سويها بالكبيرة، يعني النون بتساوي 6 اللي هو الاختيار د. إذا كان تبادل نون ناقص 3 7 بتساوي مضروب 8، قلنا لحضرتك بتقول إن فك نون ناقص 3 7 مرات بتساوي مضروب 8، طب هو إيه مضروب 8؟ ما هو مضروب 8 عبارة عن 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2، ومش هكتب في 1، مش فارقة، تمام، مش دول كده 7 أعداد؟ أيوة، يبقى النون ناقص 3 بتساوي 8، ومنها النون ب11 اللي هو الاختيار ج. إذا كان تبديل نون زائد 1 نون ب24، نقول قانونها مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت بتساوي 24، مضروب الواحد ب1، يبقى معنى كده ان مضروب نون زائد 1 بتساوي 24. طب ال 24 دي اللي هي ايه؟ 4 في 3 في 2 في 1، تمام، يعني دي كانت مضروب الاربعة بتساوي مضروب النون زائد 1، يبقى نون زائد 1 بتساوي 4، ومنها النون بتساوي 3 اللي هو الاختيار ب. إذا كان تبديل نون ر بتساوي نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 وهكذا، كان ده ليه قانون يا شباب، آخر رقم ده، آخر رقم ده كان قانونه نون ناقص ر زائد 1 بتساوي 3، تمام، أنا عاوز قيمة ر، يبقى ر قيمتها بتساوي نون ناقص 2، ليه؟ عدت بإشارة مخالفة بقت سالب 3، 1 ناقص 3 بسالب 2، وجبت الر مكانها، يبقى الر قيمتها بنون ناقص 2. إذا كان س ناقص 2 في توافيق نون 3 بتساوي تبديل نون 3، تعالى يا باشمهندس نفك نون ناقص 2 دي تبديل نون 3 على مضروب 3 بتساوي تبديل نون 3، دول كده راحوا،
يبقى س ناقص 2 وسطين في طرفين بتساوي مضروب التلاتة اللي هو بستة، تلاتة في اتنين في واحد، ومنها السين بتمانية اللي هو الاختيار ج. نون مضروب نون بكم من دول؟ قلنا له يا أستاذ بمنتهى البساطة فك دي مرة، يبقى نون في نون مضروب نون ناقص واحد، نون في نون بنون تربيع مضروب نون ناقص واحد. تباديل نون خمسة بتساوي تباديل نون خمسة، فإن نون يمكن أن تساوي، بص يا أستاذ أنا أقول لك، هو لازم الرقم يكون أكتر من اللي تحت ده أو يساوي، يعني النون أكتر من أو تساوي الخمسة اللي هي تسعة. هنا يا أستاذ النون بتساوي كام؟ قلنا له بمنتهى البساطة إن نون لازم تكون أكتر من أو تساوي الخمسة، ماشي، يبقى النون بكام؟ بخمسة، لأن في أو يساوي، يبقى هناخد جيم. إذا كانت توافيقة بتساوي توافيقة، هنا يا أستاذ ده قانون، كان لإما اللي تحت بيساوي بعضه، 2 ر زائد 1 بتساوي ر زائد 4، لإما مجموع اللي تحت 3 ر زائد 5، مجموع اللي تحت جمعت ده وده بيساوي 24، وكنا ناخد اللي يديني عدد صحيح بالموجب، ومنها الر بتلاتة، هنا الر بتلاتة، ومنها تلاتة ر بتساوي 19، يعني الر طلعت بستة وتلت، لا مش نافعة، يبقى الر هتطلع بتلاتة. بالمثل هنا نفس الكلام، لإما الر بتساوي ر ناقص واحد، لإما مجموع اللي تحت 2 ر ناقص واحد بتساوي 29، ومنها 2 ر بتساوي 30، يعني الر ب 15. هو عاوز توافيق 15 12، توافيق 15 12، جبنا الحسبة 15 توافيق 12 بتساوي 455 اللي هو الاختيار ب. السؤال اللي بعده كمثل، اللي تحت بيساوي بعضه، ر تربيع بتساوي ر زائد 2، أو مجموع اللي تحت ر تربيع زائد ر زائد 2 بتساوي ال 14. هنحلل ده بعد ما نساويه بالصفر، ر في ر الواحد في 2، الكبير ياخد المنتصف والتاني عكسه، ومنها الره بسالب واحد مرفوض، ومنها الره باتنين هاخدها. نيجي هنا، ره تربيع زائد ره ناقص 12 بتساوي صفر، هنحللها، ره في ره التلاتة في اربعة، كبير ياخد اشارة المنتصف والتاني عكسه، ومنها الره بتلاتة، ومنها الره بسالب اربعة مرفوض. طبعا احنا بنرفض الره السالبة، لازم تكون عدد صحيح وبالموجب، يبقى قيمة الر لا إما باتنين لا إما بتلاتة، يبقى اتنين أو تلاتة اللي هو اختيار د. السؤال ده يا باشمهندسين هيتحل إزاي؟ ده جرب عوض فيه، تعال نعوض، توافيق أربعة أربعة دي بكام؟ تساوي واحد، طيب عوض في الطرف التاني عن النون باتنين، لما عوضنا باتنين بقت أربعة ناقص تلاتة بتساوي برضو واحد، الاختيار ده صح. لو عوضت بأربعة مش هيطلع نفس الناتج، أو ستة أو عشرة، يبقى هو الاختيار ألف، بل المسألة دي حلها بتحلها بالتعويض من الاختيارات. إذا كان توافيق نون تلاتة إلا توافيق نون ناقص واحد أربعة بتساوي تمانية إلى خمسة، ده قانون نسبة ولا لا يا شباب؟ لا يا أستاذ، ليه؟ عشان النون مش زي بعضها، لازم تكون زي بعضها. طب فك ده، كنا بنقول مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، برافو. إلا هنشيلها ونحط فيه على طول ونقلب، مضروب اللي فوق أنا قلبت القانون على مضروب اللي تحت في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت بتساوي 8 على 5. تعال نفك، دي قريبة من دي، دي الكبيرة هنفكها مرة، هتبقى نون في مضروب نون ناقص واحد، ده هنسيبها زي ما هي. هنا مين في دول الكبير؟ دول اللي زي بعض، الأربعة الكبيرة فكها مرة،
أربعة مضروب التلاتة، هنسيب مضروب التلاتة. مين في دول الكبيرة؟ دي الكبيرة هنفكها كم مرة؟ مرتين، تبقى نون ناقص تلاتة في نون ناقص أربعة في مضروب نون ناقص خمسة، وهنسيب مضروب نون ناقص خمسة. تعال بقى نصفي الكلام ده. دول يا أستاذ راحوا مع بعض، نون ناقص خمسة راحت مع نون ناقص خمسة، دي راحت مع دي ودي كمان راحت مع دي، يبقى الناتج نون في أربعة على نون ناقص تلاتة في نون ناقص أربعة بتساوي تمانية على الخمسة. هنختصر على الأربعة، هنا فيها الاتنين، بقت نون على نون تربيع ناقص سبعة نون زائد اتناشر، ضربت دول في بعض بتساوي اتنين على خمسة، وسطين في طرفين، خمسة نون بتساوي اتنين نون تربيع ناقص اربعتاشر نون زائد اربعة وعشرين، اتنين نون تربيع ناقص تسعتاشر نون زائد اربعة وعشرين بتساوي صفر. اتنين نون في نون، الاربعة وعشرين كام في كام؟ هنقول يا أستاذ هي التلاتة في تمانية، ده سالب وده سالب زيه، ومنها النون بتساوي تلاتة على اتنين مرفوضة، ومنها النون بتساوي تمانية، يبقى أنا خدت النون بتمانية اللي هو الاختيار ج، وكان بإمكانك تجربهم بالتعويض. إذا كان توافيق عشرة ر زائد واحد إلى توافيق عشرة ر ناقص واحد بتساوي واحد وعشرين إلى عشرة، دول مش ورا بعض يا أستاذ، أحسن لك جرب هنا، جرب، لأنك لو فكتهم وجيت تصفيهم هيطلع أرقام كبيرة، هيطلع معاك ريه فيها 210 و1100 وحاجات كتيرة كده. طيب نجرب يا أستاذ نفك بالأربعة مثلا، يبقى توافيق 10 5 إلى توافيق 10 3، فك كده، هيبقى يا أستاذ مضروب 10 على مضروب خمسة في مضروب خمسة إلى، هنشيلها ونحط فيه، مضروب عشرة في مضروب تلاتة إلى مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت سبعة، دول راحوا. هنفك مضروب خمسة، هنفكها خمسة في أربعة في مضروب تلاتة، هنحط مضروب التلاتة زي ما هي، والسبعة هنفكها سبعة في ستة في مضروب خمسة، دول اتكنسلهم ودول اتكنسلهم، على الاتنين فيها الاتنين، على الاتنين فيها التلاتة، طلعت بواحد وعشرين على عشرة، يبقى هو بقى الاختيار الصحيح. تبديل نون ريه على تبديل نون ريه ناقص واحد بتساوي ايه؟ قلنا له نفكها، هي مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، هنا هنشيل على ونحط فيه ونقلب اللي بعدها، مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت نون ناقص ريه زائد واحد، دول راحوا مع بعض، مين في دول الكبيرة؟ دي ولا دي؟ دي الكبيرة، فكها، نون ناقص ر زائد واحد في مضروب نون ناقص ر على مضروب نون ناقص ر، دول راحوا مع بعض، يبقى الناتج ده اللي هو الاختيار ج. إذا كان تبديل تسعة ر ناقص واحد إلى تبديل تمانية ر بيساوي تن، قيمة ر بكام؟ قلنا له يا أستاذ القانون بيقول مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، تسعة ناقص ر زائد واحد، هنشيل على ونحط فيه ونقلب اللي بعدها، مضروب اللي فوق اللي هو تمانية في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت تمانية ناقص ر بتساوي تمن، هنفك دي تسعة في مضروب تمانية في ديت هتفضل زي ما هي، لأن دي الكبيرة، دول عشرة ناقص ر، يبقى عشرة ناقص ر في تسعة ناقص ر في مضروب تمانية ناقص ر، وهنا مضروب تمانية، كنسلنا، دول راحوا مع بعض ودول راحوا مع بعض، يبقى الناتج تسعة على عشرة ناقص ر في تسعة ناقص ر بتساوي واحد على تمانية، وسطين في طرفين، يبقى عشرة ناقص ر في
تسعة ناقص ر بتساوي تسعة في تمانية. هنساوي الكبيرة بالكبيرة، عشرة ناقص ر بتساوي تسعة ومنها الر بواحد اللي هو ألف. توافيق نون ر زائد توافيق نون ر زائد واحد، ده قانون الجمع يا أستاذ. كنا بناخد التوافيق نزود عن نون واحد وناخد ر الكبيرة اللي هو الاختيار ج. هنا نفس القانون، توافيق نون زائد واحد تلاتة في اتنين منها، يعني توافيق نون زائد واحد اتنين زائد توافيق نون زائد واحد اتنين زائد توافيق نون زائد واحد واحد. دول هنجمعهم مع بعض، هيكون توافيق النون هزود عليها واحد واخد الر الكبيرة زائد، هاخد الاتنين دول مع بعض، التوافيق هزود عليها واحد واخد ر الكبيرة، دول الاتنين دول بقى ورا بعض، يبقى التوافيق هزود عليها واحد، النون هزود عليها واحد واخد ر الكبيرة اللي هو الاختيار د. كل مما يأتي يساوي توافيق نون ر، ما عدا في حاجة من دول مش هتكون قد توافيق نون ر، قلتوا تعال نفكها. هو كان قانونها مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت في مضروب اللي تحت. ده اللي مش موجود فيها مضروب اللي تحت. توافيق بتساوي التباديل امتى؟ قلنا له نكتب القانون. القانون بيقول تباديل نون ر على مضروب الر بيساوي تباديل نون ر. فكت دي، كتبت قانونها وخدت دي زي ما هي. دول راحوا بقوا مضروب ر بيساوي واحد، طبعا مضروب الصفر بواحد ومضروب الواحد بواحد، يبقى صفر بواحد. إذا كان توافيق تسعة ر أكتر من توافيق تسعة ر ناقص واحد، قلنا له يا أستاذ حاضر خلاص نقسمهم على بعض، تسعة ر إلى تسعة ر ناقص واحد كده أكتر من الواحد، ماشي. بقى قانون النسبة، نون ناقص ر الكبيرة زائد واحد على ر الكبيرة أكتر من الواحد. المقص تسعة ناقص ر زائد واحد أكبر من الر، عشرة ناقص ر أكبر من الر، اتنين ر أقل من العشرة، ر أقل من الخمسة اللي هو الاختيار ج. إذا كان توافيق سبعة ر أكتر من الواحد وتوافيق ر خمسة أكتر من الواحد، قلنا له يا أستاذ الر دي لازم عدد يكون محصور ما بين الخمسة والسبعة أو يساوي رقم ما بين الخمسة والسبعة، ولازم يكون صحيح. ليه؟ لأن اللي تحت هنا لازم يكون أقل من اللي فوق، صح؟ لازم يكون أقل من السبعة بس يكون أكتر من الخمسة، ما هو ما ينفعش يكون اللي هنا أقل من اللي هنا، تمام. هو إيه اللي ما بين خمسة وسبعة؟ مفيش إلا الستة، يبقى مضروب ستة ناقص ستة مضروب صفر ومضروب الصفر بواحد. واحد في تلاتة في خمسة في سبعة في تسعة، شوف آخر عدد فردي موجود اللي هو التسعة، يبقى أنت كده يا باشمهندس بتجيب مفكوك العشرة. مفكوك العشرة هو اللي يديك القيم دي. ليه؟ لأن العشرة هو واحد في اتنين في تلاتة في أربعة في خمسة في ستة في سبعة في تمانية في تسعة في عشرة. كده أنا معايا واحد والتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة، الأعداد دي موجودة، تعال نشيلها. شلناها، خمسة كمان خدناها هنا، العشرة دي اتنين في خمسة، تمام. الأعداد اللي هي اتنين والستة اللي نضربها اتنين في تلاتة، هناخد منها التلاتة ونسيب الاتنين، واربعة وخمسة، مش دول كده هما مضروب الخمسة؟ أيوة. طيب انت خدت العدد ده وخدت ده وخدت ده، اتبقى لك اتنين في تمانية في اتنين، اتنين في تمانية في اتنين، مش دي اتنين في اتنين أس تلاتة في اتنين هما باتنين أس خمسة؟ أيوة. يبقى خلاص مضروب العشرة هو اللي يديني القيم دي. بمعنى تاني، شوف العدد الفردي وزود عليه واحد وشكرا، يبقى هو مضروب العشرة.
قيمة المقدار توافيه 50 4 زائد سمشن مجموع من الواحد للستة في هنا. قلنا له من الواحد للستة معناها عوض، يلا عوض بالواحد. توافيق 50 4 زائد عوض بالواحد كده هيبقى 55 3 زائد توافيق 54 3 زائد توافيق 53 3 زائد توافيق 52 3 زائد توافيق 51 3 زائد توافيق 50 3. عملنا ايه؟ دي معناها رمز التجميع. السنة اللي فاتت ترم تاني كنا بنعوض عن الره 1 2 3 4 5 6 لحد ما نوصل للستة ونحط ما بينهم زائد. دول كده بقوا رمز التجميع. دول مع بعض ادوني توافيق كام؟ 51 وناخد ره الكبيرة. طيب ما دول كده بقوا ورا بعض ادوني كام؟ ادوني توافيق 52 4. طب ما دول كده بقوا ورا بعض ادوني كام؟ توافيق 53 4. طب دول كده ورا بعض ادوني كام؟ توافيق 54 4. طب دول كده ورا بعض ادوني كام؟ توافيق 55 4. طب دول كده ورا بعض ادوني توافيق 56 4 اللي هو الاختيار ألف أول واحد. إذا كان تباديل س زائد ص 2 بتساوي 210 وص ناقص 3 توافيق 3 بتساوي 35. قلت له أنا معايا س زائد ص في س زائد ص ناقص 1 دي بتساوي 210. دي معنى التباديلة، فكها مرتين وساويها ب 210. التوافيق مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت ص ناقص 6 بتساوي 35. تعال نفك هنا، ص ناقص 3 ص ناقص 4 ص ناقص 5 مضروب ص ناقص 6 راح مع مضروب ص ناقص 6 على 3 في 2 اللي هي 6 مضروب ال 3 ب 6 وده كان راح مع اللي اتبقى فوق بتساوي 35. تعال نعمل وسطين في طرفين. عايز تلات أعداد ورا بعض مضروبين في بعض بيساوم 35 اللي هي 5 في 7 يبقى 7 في 6 في 5. عملت إيه؟ أنا قمت فاكك 35 قلت 7 في 5 وضربت في 6. هنساوي الخانة الأولى بالأولى، ص ناقص 3 ب7 ومنها الصاد ب10 اللي هو الاختيار باء. هناخد العشرة نعوض بها هنا، بقى س زائد 10 في س زائد 10 ناقص 1 بس زائد 9 بتساوي 210 اللي هي 10 في 21، والعشرة 2 في 5 وال21 3 في 7. التلاتة في 5 ب15 والاتنين في 7 ب14. يبقى أنا عرفت إن س زائد 10 الكبيرة هنسويها بالكبيرة ومنها السين بتساوي 5. إذا كان توافيق 30 ر بتساوي توافيق 30 ر زائد 10، قلنا يا أستاذ يبقى مجموع اللي تحت بيساوي اللي فوق، يبقى معنى كده إن 2 ر بتساوي 20 أو ر ب 10. تعالى هنا بيقول تباديل نون 7 بتساوي 90 تباديل نون ناقص 2 5. هنفك الكلام ده، هنقول له إن دي مضروب نون على مضروب نون ناقص 7 بتساوي 90 في مضروب نون ناقص 2 على مضروب نون ناقص 7. دول راحوا، نون في نون ناقص 1 في مضروب نون ناقص 2 لما فكيت دي بتساوي 90 في مضروب نون ناقص 2. دول كده راحوا. عايزين عددين ورا بعض مضروبين في بعض يدوني 90. قلت له 10 في 9 يبقى النون بكام؟ النون ب 10. فقلنا له يبقى انت عاوز 10 ناقص 10 اللي هو مضروب الصفر اللي بيساوي 1 اللي هو الاختيار باء. دول يا أستاذ توافقتين مجموعين ورا بعض، يبقى بناخد نون نزود عليها 1 وناخد ره الكبيرة أكبر من توافيق نون 6. طب ما نقسمهم مع بعض، يبقى توافيق نون 7 إلى توافيق نون 6 ده قانون نسبة،
أكبر من الواحد. طبعا ده قانون نسبة، نون ناقص ريه الكبيرة زائد واحد على ريه الكبيرة أكبر من الواحد، نون ناقص ستة أكبر من السبعة، نون أكبر من التلاتاشر اللي هو الاختيار جيم. مجموعة الحل للكلام ده إيه؟ قلنا له ممكن يكون واحد زائد لوسين بتساوي مضروب الصفر، وفي الحالة دي إن واحد زائد لوسين بتساوي صفر، هنعدل واحد بإشارة مخالفة، يبقى لوسين بتساوي سالب واحد، ومنها السين بتساوي دي هنا عشرة أس سالب واحد، يعني واحد على عشرة، أو واحد زائد لوسين كانت بتساوي مضروب الواحد يعني بواحد، ولوسين بتساوي صفر، يبقى عشرة أس صفر السين بواحد اللي هو الاختيار دال. المثال ده لازم النون نحطها بتلاتة، ما ينفعش أي رقم تاني، لأن لو حطيت أي رقم تاني أقل من التلاتة هنا هيطلع سالب، ولو حطيت أكتر من التلاتة هنا هيطلع سالب. يبقى احنا هنحط النون بتلاتة، يبقى نص مضروب تلاتة، وهنا مضروب صفر، وهنا تلاتة مضروب صفر، دي بستة، نص الستة تلاتة، ودي بواحد، ودي بتلاتة، يبقى محيط المثلث بيساوي سبعة، مجموع أطوال أضلاعه. إذا كان نون عدد صحيح فردي ثابت، فإن قيمة ر التي تجعل نون ر أكبر ما يمكن هو لما تطرحها تطرح منها واحد على اتنين، ولما النون تزود عليها واحد على اتنين، ولما ر تكون قد نون ناقص واحد. طبعا يا أستاذ دول بيدوني الحدود الوسطى، والحدود الوسطى بتكون أكبر ما يمكن في التوافيق، إنما ده بيديني الحد القبل الأخير وهو بيكون صغير، يبقى واحد واتنين هما الصحيح. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.